رغم التطورات غير المواتية التي مرت بالدول العربية أو بعض الدول العربية. اسمحوا لي أن أنتهز تلك المناسبة لأتوجه بالشكر لاتحاد المصارف العربية على حسن التنظيم وكذا على اختيار موضوع ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية ليكون القضية المحورية لهذا المؤتمر، وهو ما يعكس إدراك المنظمين بخطورة التحديات الكبيرة التي تواجه المصارف العربية في ظل الدور المحوري الذي صارت تلعبه الابتكارات التكنولوجية في العمل المصرفي. إن تطبيقات التكنولوجيا المالية تغزو العمل المصرفي بمعدل غير مسبوق في تسارعه، وفي كل يوم من يتضح بصورة أكبر تأثير التضافر بين التطبيقات التكنولوجية خاصة في مجالات الاتصالات من ناحية وبين العمل المصرفي من ناحية أخرى. إن مجالات الخدمات المالية التي تقوم على التكنولوجيا تشهد اتساعا مضطردا، إذ صارت تشمل تحويل الأموال والأقراض والتمويل الجماعي وإدارة الثروات، فضلا عن التأمين والعملات الرقمية وغيرها من الأدوات والمعاملات المالية. ولا شك أن المصارف وشركات الخدمات المالية التقليدية تواجه منافسة شرسة من الشركات الناشئة التي توظف التكنولوجيا المالية في تقديم هذه الخدمات. إن المصارف العربية تواجه تحديات حقيقية تتعلق بمدى قدرتها على التكيف مع هذه التغيرات، سواء في الأدوات المالية المستخدمة أو في دخول شركات جديدة ناشئة إلى هذا السوق.